مساء الخير عليكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، برحب بيكم من برنامجنا وبرنامجكم بدون سابق انذار. النهارده موضوع حلقتنا مميز ومختلف من نوعه. فعلا مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهارده من البرنامج بدون سابق انذار. وفعلا يا هدير حلقتنا النهارده جديده، وهنقدم فيها ونكتشف فيها بعض طريقه علاج جديده ان شاء الله، وتكون حلقه ممتعه باذن الله. هي مش جديده قوي يا هبه، هو زمان الناس كانوا بيتعالجوا بالطرق دي، بس مع ظل التكنولوجيا والتطورات فطبعا الناس نسيت الطرق القديمه. فعلا تمام. طبعا برحب باستاذ احمد حسني، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا حاج احمد؟ حضرتك بعت لنا على الصفحه طريقه علاج الام الظهر والرقبه بحاجه، انت قلت حاجه سحريه، العصايه وزيت الزيتون. فعايزين نتعرف النهارده حضرتك ايه المهنه دي وبقالك قد ايه فيها؟ يعني بقالي فتره، يعني الحمد لله، يعني واخدها الله يرحمه ابويا علمها لي. تمام. فلما توفى ابويا فتره اخويا جاي شايل حاجه، فرقت يعني يوم الثاني، كانت العمليه سخنه لسه ظهره طقطق، ف رقد، دخل عايز عمليه. ايوه. طب انا عندي خلفيه بالموضوع ده. رحت مسمي الله، رحت مقطع هاد، سبته، عملت له العصر ثاني يوم، سبته ثاني يوم هو اللي جاي لي المكان بتاعي. يعني حضرتك بتعرف الطريقه او الالم ازاي؟ بتعرف حضرتك الشخص الموجوع ده لما بيجي لك بتعرفه ازاي؟ حضرتك بصي، الغضروف تمام، يا اما 95% عنده الرابعه والخمسه. تمام. والخمسة في المية اللي هو عنده الأولى والثانية والثانية والثالثة، ماشي. في 40% حضرتك بيأثر على رجل اليمين، وستين في المية على الرجل الشمال، وعشرين في المية الرجلين. حضرتك فهمت قصدي؟ يبقى الرجلين 20%، 40% الرجل اليمين، 60% الرجل الشمال. فبيجي بيقول لي أنا بفضل الله بعين الله، يعني بسخن إيدي ظهره بإيدي، وبدعك له زيت زيتون وبسمي الله. بس في سحر، يعني مش بلاش العصايه، انا اول ما بسمع عليه بخش عليها بصباعي مش بالعصايه على طول. اهو ربنا خد مني حاجه بس بعوضني بحاجه تانية. تمام. بطقطق له الفقرات بصباعي، بفكه له. في يعني النسبه ممكن لو ما بيقدرش، يعني لو مؤاخذه مدام هبه، ما بيقدرش يوطي اخليه يوطي، ما بيقدرش يقف مثلا 5 دقائق 10 دقائق، بخليه بعون الله يقف. بيحس الانسان لما بعمل له جلسه، انا بفضل بقى اعمل له جلسه واقول له قوم، ما بيقدرش يوطي اقول له وطي، ممكن ما بيجيبش ايده اطراف رجله تحت، بخليه ينزل، ما بيقدرش يقف 5 دقايق. في ناس ما بتقدرش تمشي 50 متر، فهمت ازاي؟ فسبحان الله عمليه رد الفقره بترد، بتفك عن العصب، حتى لو الفقره جابت 1 من 10 او 2 من 10 رد بتفك، الانسان المريض بيبتدي يتحسن. تمام. حتى لو في بيجي مثلا بياخد مسكنات اقول له اوقف، طب انت ما انا بعمل لك الجلسه تحس فرق ازاي؟ مثلا حضرتك بيجي يقول لي ده انا اتهريت مسكنات، معدتي استوت، طب انا بجيب لك الاخر، يعني معلش دي يا مدام يابا، انا بجيب له اخر المشوار بتاعه، بنهاله، يعني مثلا دي من 3 جلسات 4 جلسات 5 جلسات بكتير، فهمت قصدي؟ بين الجلسه دي انا ممكن بين الجلسه دي يوم ويوم اقول له تعالى، لا بقى انا بسيبه يومين او ثلاثه عشان يشوف الدنيا في تحسن قد ايه النهارده، ما يقدرش يقوم من على السرير، لا انا قدرت قمت، ما بيقدرش يقوم مثلا ما قاعد على الكرسي ويجي يقوم، ما بيقدرش يجي مثلا يسند عشان يقوم، لا ده بيقوم بخليه يقوم، قوم عادي زنك انسان طبيعي. ليه؟ الانسان الفقره بترد، معنى الفقره بترد يا مدام، في ناس ممكن مشيل وفي ناس مش مشيل، حضرتك ممكن يجي يوطي غلط كده، يوطي بيجيب حاجه هوب ظهره طقطق، الفقره طقطقت، فلازم ترد. فهمت قصدي ازاي؟ يعني مثلا انا بسخن له ظهره، ما انا ما اقدرش اخش على ظهره وهو بارد. يعني في مثلا عندنا في مصر بيقول لك ايه، دق على الحديد وهو سخن. طب معلش، هو ده حضرتك بتتكلم عن العلاج بالعصايه وزيت الزيتون. طيب معلش، ممكن في البدايه بس قبل ما حضرتك تتعمق في الموضوع قوي، ممكن تعرف الساده المشاهدين حضرتك ابتديت ازاي، وحضرتك مين يعني مين الحاج احمد؟ يعني دي حضرتك انا اول واحد اخد اخويا في المشوار ده. تمام. الحاجه دي انا كنت وهبه لوجه الله. تمام. فهمت ازاي؟ انا رحت الناس ما كنتش بقى لا مؤاخذه بقول ما يشربوش. في ناس كانت لا مؤاخذه معلش معلش مش معاه عشان فلوس من الاشعه الرنين. تمام. فهمت ازاي؟ تمام. فانا كنت بروح له، يعني سبحان الله ربنا جعل لي سبب لناس ما عاش تجيب حتى علبه البرشام. ابتديت ازاي؟ ابتديت ازاي من يعني اول مشوار حياتك؟ اخويا عملت له ده 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 جاب ده، ده يقول لي ده 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 الحاج احمد رد لاخوه الغضروف، ده اخويا يقول لي ده الله اكبر على اخويا، انا بقيت مش كان بيسال او مون على السرير دخلوه الحمام.
تمام. بس في ناس معلش بتبقى راقده. اوكي. راقده يعني ما بتقومش على السرير الا ما يسندوها. تمام. فهمت ازاي؟ ففضل الله اول ما بعمل له جلسه بخليه ان فوق فعلا في فرق مكان عليه. تمام. طيب انا عايزه حضرتك تعرف برضو الساده المشاهدين ابتديت ازاي؟ ابتديت ان بقول لك ومن سن كام؟ يعني حضرتك كنت قد ايه؟ اكتر من 8 سنين. 8 سنين؟ في المشوار ده. تمام. مثلا اخويا جه واحد تاني واحده ست بقى ست تجيب ست راجل بقى يجيب راجل جات لي ناس من المنيا وجاني من الفيوم وجاني من بني سويف وجاني من بورسعيد واتصل بيا من تواصل بيا من برضه من الاردن من بره. تمام. فهمت ازاي؟ في ناس يعني في معلش في ناس بتخاف تعمل العمليه. تمام. وفي ناس ما عادش بتعمل فلوس العمليه. يعني بقى لك كام سنه يا حاج احمد؟ انا بقى لي بتاع 8 سنين. ايه ادواتك بقى في زي ما انت قلت لنا كده على الصفحه انت بتقول العصايه والزيت الزيتون. هم العصايتين دول بيشتغل بيهم. وصباعي. في الاول. عايزين المشاهدين يعني هو السر في العصايه دي والعصايه دي وزيت الزيتون. بس السر في الاول في صباعي. هم دول اللي بتعالج بيهم. الاول بصباعي ما بخش يعني هم دول حضرتك بتعالج بيهم الظهر والام الرقبه. بعمل الرقبه والظهر. في نسان بيقول لي مثلا ايه باجي لمظه بطاطا رقبتي مثلا كده اهو. لا انا بطاطا بالعصايه بتفرقها له. فهمت قصدي؟ في انسان يبقى مثلا دراعه مقصر عليه الفقرات على الدراع وجع وتنميل في دراعه. تمام. اول ما بعمل له الجلسه بيبتدي يتحسن. ليه؟ الفقره بتبعد عن العصب بفكها له. زي مثلا حضرتك يا مدام يابا ازاي مثلا بتطقطق صبعك كده. طب يا حاج احمد خلينا نطلع فاصل ونرجع نشوف الموضوع العصايه ده بيتعالج بيه ازاي. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا معاكم مرة تانية وطبعا الحاج أحمد هعرفكم بيه مرة تانية. هو الحاج أحمد بعت لنا رسائل على البيج بتاعتنا وقال لنا إن هو بيعالج الانزلاق الغضروفي بالعصاية وبزيت الزيتون. طبعا هو كان قبل الفاصل كان بيشرح هو بيعالج إزاي، بس أنا كنت حابة أسأل حضرتك هو 8 سنين حضرتك قلت إني شغال من 8 سنين، 8 سنين كانوا كفاية إن حضرتك تتعلم يعني علاج بالطريقة دي؟ ما هو 8 سنين يا استاذه يعني في ناس يعني معلش انا اتعلمت كتير. تمام. وفي من الناس اللي انا عملت لها. تمام. بصي يعني ناس كتير انا عملت لها واشخص لك الانسان. انا ما عندي قال لي عندك الفقره كام وكام. اول ما بقول له بيأثر على النهين الشمال على اليمين بيقول لي يا اما الشمال يقول لي اليمين بعرف ان انا بعيد. بقول له في تنميل في رجلك بيقول لي تمام. فهمت وجهه نظري؟ انا بعمل له الجلسه بفكه له بس الانسان عجول بشفائه. معلش انا لو مكانه برضو هيبقى عجول بالشفاء بفكر انه هيرد غضروف وهيقوم يجري. تمام. ماشي. حضرتك مثلا الدنيا تبدا في 6 ايام بيوم عن يوم تلاقي فيه فرق. التنميل راح من رجله، الوجع اقل من ظهره. فهمت حضرتك؟ تمام. الوجع اقل من ظهره. تمام. بيتلاقي فيه تحسن عن يوم عن يوم. تمام. طب ثانيه واحده حضرتك يا استاذه هبه قلت لنا ان الاستاذ الحاج احمد اتعلم طريقه العلاج من 8 سنين. تمام كده. دلوقتي هو تفتكري الساده المشاهدين يعني هو معاه الشهاده اللي تاهله ان هو يعني يعالج بالطريقه دي؟ ما مش عارفه يا استاذ الحاج احمد. عايز اعرف بس حضرتك انت قلت بقالك 7 سنين الجلسه نفسها اللي بيجي لك مثلا مره مرتين بيشفي ازاي؟ هل مثلا قبل العمليه بعد العمليه؟ لا لو حضرتك لو عمل عمليه ولو حاجه مستعصيه معاك انت عايز الطب عايز التخصص يعني مثلا اللي بيجي مثلا بانزلاق غضروفي او الرقبه الجلسه دي زي الجلسه دي بتاخد نفس الوقت او نفس الايام يعني ازاي؟ بص حضرتك يعني ممكن يعني الرقبه تختلف عن الظهر. ممكن الرقبه ممكن من اول جلسه بعون الله اجيبها له وممكن ما يجينيش تاني. طب بيجي لك سيدات يا حاج احمد؟ سيدات ورجاله. طريقه علاج السيده زي طريقه علاج الرجل بالظبط. الرجل زي الست وبتجيب نتيجه 100%. بس من اول جلسه ممكن تجيب له 30-40% من اول جلسه. طب حضرتك قلت ان حضرتك بتعالج بالعصايه وبصباعك. في اي ادوات تاني بتستخدمها؟ هم الزيتون يا هديه. صباعي والعصايتين.
تمام يعني العصيان زيت زيت الزيتون ليه؟ عشان يجري معايا العصايه على الفقرات. تمام عشان يعني تبقى سهله ان انت سهله تمشي العصايه على الفقرات عشان ما تمشي تفك. تمام هو ده بيبقى قريب من المساج شويه. يعني ليه بقى معلش يعني مثلا في انسان لو مجزوع ولا حاجه بيجي مثلا يدهنوا له بزيت وزيت بس يدفوه الاول وزيت شويه زيت هوب كليك جاب. تمام برضو انا بعملها لازم الزيت الزيتون عشان يجيب معايا في العصايه يجيب معايا في الفقرات يلين. تمام. الفقره تلين معايا. علاج الشباب وكبار السن يا حاج احمد بص حضرتك بتختلف طريقه علاج ان مثلا راجل كبير يجي لك او ست مسنه ست لو عندها 70 سنه او 80 سنه زي مثلا شاب مثلا وقع لا تختلف خبط او يعني بص حضرتك يعني كل حاجه بتختلف السن الكبير ليه وزيت حدود. الزيتون دي حاجه عندك على طول السن الكبير ليه حدوده دي دخلته عليه عشان ده سن كبير كون الشاب يختلف. تمام مثلا في سن الثلاثينات الاربعينات الخمسينات انا بعمل لو عنده 80 سنه بعملها له بس بايه بصباعي واحده واحده عليه بفك كل ظهره لو في الم برده في ظهره مش لاقي له حل لما زهق مش لاقي حل بعون الله بفكه له وحتى بطقطق له العمود الفقري وهو نايم. حضرتك بتعالج ايه غير الانزلاق الغضروفي؟ يعني انا بقى بعمل الرقبه والظهر. تمام طب بس لو فقره او يعني لو فقره الظهر مقصره او مايله على العصب بتقدر تحل المشكله دي؟ ما كده الفقره بترد تاني مكانها. انا برد الفقره تاني مكانها. انا اللي عملتها كمان انا دخلتها العصايه دي دخلت بس خد بالك الفقره لما بتبقى ضغط على العصب بتبقى حساسه جدا. ايوه لا يعني غلطه واحده حركه واحده ممكن يحصل له شلل تام. في مثلا طب عملنا كده اهو بايدينا ايه اللي تم؟ سخنت تدليك سخنت فالفقره بتلين بتجيب بتلين معايا. تمام معلش مش اي حد يعملها. تمام الزيت مع السخونيه اللي انا بسخنها له بايديا بتجيب بترد. تمام فبتدي الانسان يتحس ان في فرق مكان عليه. طب السؤال هنا انت بتعرف منين اللي قدامك ده يعني انت بتقول بترد او الفقره بترد انت بتعرف منين انها ردت فيه فعلا؟ طب انا بص حضرتك يعني ما اعمل له جلسه بيقوم بقول له في لو في اي حاجه بتتعبك اعملها. طيب احنا معانا مداخله بيجيب نتيجه في الحال. ام احمد من الجيزه اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. ممكن اكلم الحاج احمد؟ اتفضلي. طيب حضرتك انا جوزي بيغسل كلى. اتفضلي انا سامعاكي كملي. جوزي بيغسل كلى. تمام. وعنده ظهره من عند الصحفه من تحت خالص كده. من عند القطريه. نعم من عند القطريه. ايوه يا شيخ. من عند القطنيه من تحت. فعملنا له شعر مقطعيه وعملنا له شعر مسح ذري وعملنا له الشعر اللي هي بالرنين. الاشياء اللي على الرنين. فقال له ده انت حضرتك نزلت الغضاريف. وعايز بقى يا دكتور وعايز بقى حد احمد على المسكنات. طب مقصر على رجله الشمال ولا اليمين؟ لا رجليه كويسه الحمد لله. طب مقصر على ظهره؟ نعم مقصر على ظهره حضرتك؟ مقصر على ظهره لدرجه ان هو حتى يعني لما بيخش الحمام بنسنده. ماشي انا بقول له هفكه له بس ده من امر ربنا الاول. نعم يا حاج بقول لك ده من امر ربنا الاول ربنا يجعل لي سبب ليه. طب مش تسال على سنه هو سنه عنده قد ايه حضرتك؟ نعم عنده قد ايه؟ عنده 58 كده. لا عادي انا لو عنده 80 سنه اعملها له. ربنا يخليك يا حاج احمد يا رب بعون الله. طب في تنميم في رجله ولا حاجه ولا بس ما فيش لا هو بس هو ما فيش غير في ظهره الوجع. حاج احمد سالتها عمل عمليه او ما عملش؟ لا طب حضرتك هو عمل عمليه برضه نتاكد. لا ما عملش اي حاجه. طيب. هو بيغسل كلى. لا بصي حضرتك لو انا بقول ولا برضه على الهوا لو معلش عنده سكر عنده ضغط عنده سوله في الدم عنده مشاكل في القلب العصايه ما بتضرش في حاجه. لا يا حاج احمد هو ما عندوش لا ضغط ولا سكر. لا انا بقول لحضرتك في ناس يعني معلش انا بقولها قدام على الناس على الهوا يعني لو عنده سكر عنده ضغط عنده سهوله في الدم عنده مشاكل في القلب اي انسان اي مريض اللي انا بعمله ما بيضروش في حاجه. طيب بنشكر حضرتك يا ام احمد وطبعا شفاء الله وعافيه ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويشفي كل مريض. عايزين حضرتك بقى يا حاج احمد ترد علينا على ام احمد كانت بتقول على الالم بتاع زوجها. حضرتك بصي يعني بيختلف بين المرضى وبعضيهم.
تمام. يعني بين الحاله والحاله. تمام. بس دي طب هو ده الغضاريف مأثره على ظهره. تمام. ماشي؟ حتى بيقول لك لما يجي يخش الحمام مش قادر يمشي، هو مأثر على رجله برضه. هي بس هي ذكرت ان هو مش مأثر على رجله لا دي ولا دي. ودلوقتي ما بيقول لك ما بيخش الحمام بيسندوه. تمام. ازاي ما لو ما بيتأثرش على رجله كان مش عادي ودخل الحمام لوحده. تمام. ماشي؟ كون هو مأثر على رجله، يعني بتقول لك لما بيجي يخش الحمام بنسنده. تمام. فهمت ازاي؟ ووجع في ظهره. حتى ما بيقدرش مثلا لو كح كح يسمع في ظهره. تمام. وهي ممكن انا بتسمعها هنا ممكن تقول لي اه يعني لو كح كح زغزغه. تفتكر ده بيبقى سببه ايه؟ سببه مثلا نشيل حاجات تقيله؟ ما في ممكن في حاجات يشيل حاجات تقيله. ممكن حركه. وممكن حركه، ممكن لو مظهر واحد يتلفت كده ليه ظهره طقطق. تمام. الفقرات طقطقت لوحديها كده، بس ايه كل ما صبنا ايه اللي ما كتب الله لنا. زوج ام احمد يا حاج احمد مثلا جلسه زي دي او هي لو جابته لك ياخد معاك قد ايه كام جلسه؟ هم بيقولوا لي ثلاث جلسات اربع جلسات او خمسه بكتير. وقتها بيبقى قد ايه؟ يعني ممكن بيقولوا لي برضه لما بعمل له الجلسه بيبان النتيجه في الحال، بيبان اللي انا وهو ما بيقدرش يوطي بيخليه يوطي. ايوه. ظهره الوجع يعني الوجع بيفوق. مثلا بتبقى مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع. ايه بسيبه اربع ايام، بسيبه اربع ايام عشان يشوف النتيجه. طيب معانا مداخله الشيخ عبد الناصر من بني سويف. الو بني سويف. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الحاج احمد موجود مع حضرتك؟ اه اتفضل. ربنا يبارك فيه والله، ربنا يجزيه خير يعني، ربنا يبارك له يا رب. ما كنتش بقدر اقوم من مكاني والله، ورجلي كانت بتوجعني جدا وظهري، والحمد لله ربنا يجزيه خير عننا يعني. الله يكرمك. الو تمام. هو سامعك والله، ربنا يبارك فيه يعني، رجلي كانت بتنمل كلها وظهري، والحمد لله ربنا يجزيه خير من جلستين الثالثه، الحمد لله تمام. تمام. طب الحمد لله. هو يعني يعني ربنا يبارك فيه ويخليه لنا كلنا يعني. ان شاء الله. الجهود تبع بعدين. بشكر حضرتك جدا. تمام مع حضرتك يا حاج احمد. طبعا انا كنت عايزه اسال حضرتك، هل العلاج بتاع حضرتك يعني بيخلي الشخص اللي هو اللي جاي يتعالج يستبعد الاستشاري او العمليات، يعني ممكن ما يعملش عمليه؟ في حضرتك ممكن في ناس معلش بيخاف من العمليه. وفي ناس معلش ظروفها ما تسمحش لاجر عمليه. تمام. فانا ما يعني في ناس كتير يعني معلش ربنا خلانا طبقات من فوق بعض. انا فاهمه، بس الحل بتاع حضرتك هو حل مؤقت ولا حل يعني على طول؟ لا على طول، يعني بيعالج لحد الاخر، مش مجرد مسكن لفتره لا. معينه. انا ما بدلوش مسكن. انا حضرتك لو هو بياخد مسكن بقول له اوقف. طيب معانا مداخله ام محمود. الو. ايوه لو سمحت ممكن اسال الحاج احمد على سؤال؟ اتفضلي. اهلا وسهلا بيك يا ام محمود، اتفضلي. انا عندي جوزي عنده في الفقرات بتاعته بس مأثر على دراعه اليمين. هو عنده كام سنة؟ عنده كام سنة؟ عنده 52 سنة. هو عمل عمليات قبل كده؟ لا ما عملش عمليات. اتفضل. بس درع احنا نسينا بقى من العلاجات والحاجات دي، فممكن يعمله ويروح له فين؟ هو بياخد مسكنات الاول او ماشي على علاج؟ كان واخد كشفين عند دكتور بره وبياخد مسكنات. طب حضرتك لو تحب تسالها برضو اسالها. ماشي. طب خد مسكنات. طب بيعرف يجيب رقبته فوق ولا ما بيعرفش يلفها؟ لا بيلف رقبته وكل حاجه، بس هو الوجع كله الوجع في دراعه. دراعه. طب اليمين ولا الشمال؟ اليمين. اليمين. ماشي حاضر اعملها له. تعملها له. طب نجي لحضرتك فين؟ حضرتك رقم التليفون على الشاشه. هنسيب الارقام بتاعه الحاج احمد على الشاشه للساده المشاهدين اللي عايز يتواصل مع الحاج احمد، هنسيب الرقم على الشاشه. ماشي يا حبيبتي. السلام عليكم. شكرا لحضرتك وربنا يشفيه ان شاء الله. حاج احمد، بالنسبه للعلاج بتاع الرقبه او الغضروف، ساعات بيقول لك مثلا غضروف الرقبه غير غضروف الانزلاق الغضروفي بتاع الظهر. تاني حاجه الاحوال الجويه، ما في ناس في الشتاء مع القعده كتير في البيت، الدفايات، في اللي بيشيل تقيل، هل مثلا برضو احنا عايزين برضو نقول كل الطرق ونستبعد الايه؟ بص حضرتك يعني هو يعني 90% تمام الاعراض بتكتر اكتر في الشتاء. تمام. على الغضروف ياثر عليه يعني مثلا في ناس معلش ممكن واخد على الحقن. طيب معانا مداخله استاذ محمد من الجيزه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. اكلم الشيخ احمد من فضلك. هو سامعك، اتفضل. الو ازيك يا شيخ احمد؟ هو سامعك. مرحب بيك. اهلا بيك. انا محمد من الوراق من الجيزه. بشكر الشيخ احمد، كنا عالج جوزتي كان عندها 70 سنه، جالها انزلاق غضروفي وكده.
الله يكرمك يا رب. بشكره بجد على الهواء وسام محترم جدا. الله يكرمك. ربنا يجعله في ميزان حسناته صراحه. الله يكرمك. والله بامانه. الله يكرمك. بنشكر البرنامج الجميل اللي جاب لنا الشيخ الجميل ده على البرنامج. الله يكرمك. الله يخليك. ربنا يخليك. الله يكرمك. وبنشكركم جميعا والله وربنا يجعله في ميزان حسناته امين يعني. الله يكرمك. الله يكرمك. ربنا يشفي كل مره. بنشكر حضرتك جدا. البرنامج والله شكرا. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ محمود. طيب حضرتك كمل. بالنسبه احنا قلنا الاحوال الجويه الشتاء والصيف واعراض السن الكبير في الشتاء مثلا سواء راجل او ست بتبقى مختلفه. دلوقتي اكتر ماشي في ماشي بمسكنات وماشي لمغزه بالحزام يعني بيتمنى من ربنا اللي ربنا يعفو عنه. خلي بالك حاج احمد برضو احنا بنتكلم في حاجه في ناس ما بتقدرش تروح لدكتور ما بتقدرش تعمل اشعه بس في حاجات تانية بيجيبوها مثلا من الصيدليات مثلا الحزام الحاجات اللي بتتلبس في الرقبه في الظهر. هل انت لما بتعمل حضرتك الجلسه سواء جلسه خدمه بقول له شيله ايام او وقت او كده بيلبسوا الحزامه دي؟ لا انا يعني هو حتى لو جاي لي بحزام بقول له فكه اثناء علاج حضرتك بالزيت والعصايه لو جلسه ظهر او رقبه وهو مثلا لابس رقبه او لابس بقول له فكاه فكاه ما تلبسهاش تاني ما يلبسهاش لا. يعني اول ما بيبتدي الجلسات معاك خلاص ما يقلع الحزام ولا بياخد مسكنات؟ لا ولا لو بياخد مسكنات بقول له ما انت هتحس اللي انا عملته لك ازاي. يعني نفرض راجل كبير جاي لك او سيده مسنه علاجها بيختلف عن الراجل الكبير ماشي. هل انا بتكلم بقى في طريقه الشفاء يعني مثلا ممكن الراجل ياخد كام جلسه ويخف والسيده تاخد كام جلسه على حسب ربنا يعني ممكن ايه على حسب يكملها بقى يعني خد اربعه معايا خد خمسه خد ثلاثه خد اثنين ده بتاع ربنا. طب حضرتك بتعرف ازاي بقى من ثاني جلسه او ثالث جلسه اما حضرتك هو المريض حضرتك والعصايه مثلا بيجي يقول لي يا حاج احمد مثلا الحمد لله التنميل راح من رجلي بيتواصل معاك بيتواصل ساعات بيتواصل معايا وساعات عقبال ما يجي بدي له معادي يجيني فيه تمام بيجي يقول لي ساعات التنميل راح من رجلي تمام ماشي الظهر الحمد لله خف الوجع منه. طيب إزاي؟ معانا مداخله استاذ محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. ممكن اكلم الحاج احمد؟ هو سامعك اتفضل. هو حضرتك ممكن لو حد عمل عمليه تعمل له لا يعني بقى بقى يعني دوت يعني او مش هقول لك 100% اللي انا اخش عليه انا بخاف منه لان معلش ده ضرب فيه مشرط في ضهره خلاص تدخل جراحي ما اقدرش ان انا اعدل فيه. هو في ناس حضرتك معلش جات لي يعني بس شغال معاه بتأنه ما بخشش عليه بعصايه في يعني معلش ناس جات لي تقول لي معلش انا رد عليا تاني طب هعمل ايه فغصب عني بشتغل عليه واحده واحده حتى لو عملها بقاله فتره لو بقاله فتره ماشي كنت بقاله فترة مثلا فتره قد ايه يا حاج احمد فتره كام بدي ايه الفترة دي مثلا سنة ونص سنتين يعني مثلا لا يعني مثلا اكون فات عليها خمسة ستة خمسة ستة اعملها له تمام. طب هو يعني مأثر على رجله منين حضرتك دلوقتي؟ هو مأثر عليه في ظهره ومش بيقدر يعني ليه هو مأثر عليه في ظهره ممكن رجليه بقى مأثر الشمال ولا اليمين حضرتك؟ لا رجلين الاثنين يعني الاثنين ان هو بيشتغل في الفعل وكده طب حضرتك لا ان شاء الله ممكن اعملها له انا بس ايه همشي معاه واحده واحده بس هو بقاله يعني حركه سنتين ماشي. طب هو دلوقتي يعني مثلا سنتين بس انا مش هخش عليه بالعصايه ما معلش كل حاجه ليها حاجه انا مش هخش عليه بالعصايه انا هخش عليه بصبعي. طب حضرتك ممكن تبقى تسيب العنوان حضرتك الرقم على الشاشه على التليفون الارقام على الشاشه الارقام على الشاشه بيتواصل مع الحاج احمد تمام الارقام على الشاشه هتظهر على الشاشه ان شاء الله الساده المشاهدين اي حد عايز يتواصل مع الحاج احمد يتواصل على الارقام اللي هتظهر على الشاشه ان شاء الله. طيب كان في سؤال معلش يا هبه كان في سؤال كنت يعني جالنا على البيج تمام بيقول ان المشكله دي ان هو عامل عمليه تمام كده لو حضرتك عالجته وسبب له اي مشكله مثلا في الضغط على العصب او مشكله في العصب او شلل لا قدر الله طيب حضرتك بتتصرف ازاي في الموضوع ده؟ بص حضرتك وحضرتك مش دارس طب بص حضرتك انا اقول لك على حاجه العصايه عمرها ما تجيب شلل بس حضرتك الاماكن دي بتبقى حساسه بس لا جدا. انا بقول لك هو اللي مثلا شغال ان ممكن يعني مثلا حركه واحده اللي عمل عمليه مثلا لا بس مش هخش عليه بالعصايه تمام ده واحده كده بصبعي بس يعني مش هخش عليه تقطعله الفقرات الثانيه بالعصايه لا في ناس معلش انا بقول لك يختلف اللي عامل عمليه وبين اللي عامل عمليه ممكن انا ده بصبعي كده ربنا يجعل لي سبب
مش بيجوا ربنا بيجعل الاسباب لاسباب. فلنفترض لا قدر الله حصل له حاجه، حضرتك بتتصرف ازاي في الموضوع ده؟ حضرتك بصي انا يعني انا برضه واحده واحده سنسايت عليه واقول له قوم ظهرك عامل ايه دلوقتي؟ هو نايم وانا برضه ما بقومه بعمل له جلسه قوم ظهرك عامل ايه؟ انا بعمل له عمليه اعتبرت زي عمليه وهو صاحي. تمام. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه، استنونا. رجعنا معاكم مره تانية، وطبعا معانا استاذ سعيد احد الحالات التي تم شفائها. مساء النور يا فندم، اهلا بيك في حلقتنا. اهلا بيك. عايزين نعرف تجربتك مع الحاج احمد، هو احدى المعالجين حضرتك اللي كان عند حضرتك انزلاق غضروفي، تمام؟ عايزين نعرف بقى ايه القصه بالظبط، وابتديتها ازاي وخفيت ورحت كام جلسه؟ والله في الحقيقه كان عندي الام شديده في اسفل الظهر، تمام، ومن ده من كتر السواقه، ولان انا بسوق مسافات طويله، فكان عندي الم شديد جدا، وكان عندي في الم في الرقبه، فانا ما كنتش مقتنع بموضوع العصايه، يعني كذا حد يقول لي، ما دايما كنت بلجأ للطب والعلاج واعمل اشعاعات وتحاليل، ما فيش تحسن خالص في حالتي. ففي صديق نصحني ان انا اروح للحاج احمد، فبالفعل توجهت ليه، فبمجرد اول جلسه حسيت الالم خلاص، ما بقاش عندي. كنت الاستشاريين كبار كتير، كنت باخد عقاقير ومسكنات، كلها مسكنات، كله كان بيكتب مسكنات بس ما فيش علاج جذري. طب الدكتور ما قالكش مثلا انت محتاج تعمل عمليه او اي حاجه؟ هو كله خد العلاج ده وهتبقى كويس، اعمل لي طب الإشعة دي بالرنين، طب اعمل لي الحاجات دي. فانا يعني مفيش تدخل جراحي حضرتك؟ لا ما تمش اي تدخل جراحي. انا ما تمش اي تدخل جراحي. يعني عملت اشعاعاتك وفعلا كان في تعب في الفقرات؟ كان في تعب في الفقرات، وكان في تنميل في الرجل اليمين والشمال، فانا ما كنتش بقدر اوطي اوقف فترات طويله، تمام. يعني مجرد ما اقف حوالي نص ساعه بحس بألم في أسفل الظهر فظيع. يعني حضرتك خدت كام جلسة مع الحاج أحمد؟ هو ثلاث جلسات. ثلاث جلسات بس يعني أول مرة زي تاني مرة زي ثالث مرة؟ أول مرة حسيت بتحسن حوالي 50%، تمام، أو 60%. من أول مرة 50%؟ أو 60%، لأن كانت الفقرة كانت راكبة على التانية، تمام، فهو ردها لي، فالضغط على العصب ما بقاش موجود. سؤالي يا حاج احمد بعد اذن استاذ سعيد، مريض مثلا او زي استاذ سعيد كده لما جالك واشتكى لك، انت حضرتك بتحس بالفقره بايدك مثلا مع العصايه والزيت؟ يعني هل بتحس بالفقره مثلا ان فعلا في حاجه في الظهر؟ انا بص يا استاذ سعيد، مثلا بخش على الفقرات، تمام، زي اكون بعمل لها علاج طبيعي، بس تختلف عن العلاج الطبيعي اللي هو بيعملوه في المراكز. دي زي ايه، بتقطقها، بتفك، يعني بخلي. حضرتك استاذ سعيد، حضرتك ابتديت الاول بايد حضرتك ولا بالعصايه؟ اني الادوات اللي بتستعملها الاول؟ الاول بخش عليه بصباعي. طب احنا معانا مداخله، استاذ حسن. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. انا حضرتك، انا يعني بتصل علشان اشكر الشيخ احمد. انا حضرتك كان رجلي، عندي رجلي الشمال ما كنتش بقدر الم كف رجلي لحد الاخر. تمام يا فندم، اتفضل. ورحت للشيخ احمد، بسم الله ما شاء الله، رحت له مرتين في الجزيره، عمل لي ظهري بالفقرات بايديه وعملها لي بالعصايه، فالحمد لله حاليا دلوقتي بقيت اقدر ارفع مشط رجلي، كنت بتعطر فيه الاول وانا ماشي، تمام، فدلوقتي بقيت الحمد لله بقدر ارفع مشط رجلي بعد ما عمل لي الفقرات، تمام. فانا يعني بتصل علشان اشكر الاستاذ احمد، واشكر البرنامج الجميل بتاع حضرتك اللي بيقدم لنا موهبه جميله زي الشيخ احمد. ربنا يخليك، ميرسي، اتفضل. ميرسي، ميرسي لحضرتك، بنشكرك جدا. طبعا انا كنت عايزه ارجع لك يا استاذ سعيد. اتفضل يا فندم. كنت عايزه اسال حضرتك الاعراض اللي ظهرت عليك في البدايه اللي خلتك ان انت تقرر ان انت تروح للحاج احمد. انا كنت يعني يومي مش منتظم في الشغل، الم شديد في ظهري. الالم ده يعني بيبقى مثلا زي سخونيه كده في الظهر ولا بيبقى عباره عن ايه؟ لا، عباره عن نغزه جامده في العظم، ومش حتى المسكنات ما بقتش تعمل فيها حاجه. تمام. يعني هو اثناء علاج حضرتك مع الحاج احمد، يعني انت خدت ثلاث جلسات،
والوجع انت حسيت ان هو بيقل 50% 90%، تمام. هل انت في اثناء الفتره دي برضو كنت مواظب على العلاج او مسكنات، ولا وقفت كله وتابعت مع الحاج احمد بس؟ العلاج توقف تماما لان كان في ضغط على الفقرات فابتدت رد. يعني حضرتك الراحه نفسها بعد ما وقفت العلاج حسيت ان بعد الثلاث جلسات انت فعلا ظهر حضرتك، يعني ما حسيتش بالالام اللي كانت موجوده في الاول؟ مش موجوده تماما. طيب احنا معانا مداخله، استاذ نبيل من القاهره. الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور. والله كنت عاوز اتكلم الشيخ احمد، انا نفس التعب اللي عندي. سامعني؟ اتفضل اتفضل. كنت عايز بس اتكلم الشيخ احمد، الحاج احمد، على اساس رجلي الاثنين اليمين والشمال عندهم تمليق، يعني بتلم، يعني في جزء كده من التمليق، هل ده من السكر ولا من الغضاريف اللي عندي؟ لا، ما هو بص حضرتك، يعني السكر انت عندك، يعني النسبه عاليه عندك في السكر؟ لا مش قوي يعني. طب مش قوي؟ لا بص حضرتك، الغضاريف تعمل تنميل في الرجل. الغضاريف تعمل تنميل في الرجل والم في الرجل، ممكن من اسفل من يمه المفصل من تحت. صح مظبوط. نفس ممكن الاثنين يا حاج احمد. ماشي. وكمان في وجع في ظهرك؟ لا ده بسيط قوي، لما اكون بعمل مجهود كتير وبمشي كتير. يعني هو دلوقتي بيأثر عليك دلوقتي في من يم الجنب بيزرك من تحت، من جنب رجلك من تحت. من رجلي الاثنين منملين. منملين. بعون الله بعمل لك جلسه بفكها لك. بس يعني واحده واحده بقى، معلش ان الدنيا بتبل ست ايام. يعني في انسان فاكر انا اعمل ايه هيقوم يجري، انا مش والد، انا عبد من عباده. ان شاء الله باذن الله كله بامر ربنا ونعم بالله، ربنا يجعلني سبب. بص يا حاج احمد، انا برضه ما بمشي كتير يا حاج احمد، رجلي بتوجعني. ما هو حضرتك من ما هو برضه المشي لازم يعمل تنميل في الرجل. انا عندي 63 سنه. ربنا يديك الصحه ويديك طول العمر. ربنا يخليك. اساله يا حاج احمد، لجأ للجراحه؟ طب انت حضرتك لجأت للجراحه ولا حاجه؟ لا يا حبيب قلبي، عملت علاج طبيعي 12 جلسه. ما جابش نتيجه؟ بقى له كام سنه؟ ما جابش نتيجه؟ انا عملت ال 15 جلسه دولت من 15 سنه يا حاج احمد. ماشي. ده بقى لك فتره بقى برضه. بص حضرتك، انا بفضل الله بقول الله هيجيب لك تحسن، مش هقول لك والله لا. والله يا حاج احمد انا بتابع البرنامج، وما سمعت كده دخلت على طول اشارك في البرنامج. ده انت بتنورنا وتشرفنا. نورتنا يا استاذ نبيل، شكرا ليك ونورتنا. وبعدين عايزين ناخد النمر التليفون حضرتك، الرقم بتاع على الشاشه. على الشاشه يا فندم، هي موجوده على الشاشه. هنزلها على الشاشه. شكرا يا استاذه هبه، شاكرين يا ست الكل. شكرا، منورتنا يا استاذ نبيل، شكرا. طيب كنت عايزه اسال حضرتك بس، حضرتك بتشخص بناء على ايه؟ يعني الاعراض بتعرفها ازاي؟ رد عليها كتير وبساله انت عندك بيأثر عجلك ان ايه، الشمال ولا اليمين؟ فبعرف في طيب تنميل. فكره بقى ان حضرتك تعرف اذا كانت اليمين الخاصه بكذا او الشمال الخاصه بكذا. لا بص حضرتك، دي حتى من الاول برضو، حتى لو عنده الرابعه والخامسه او الاولى والثانيه او الثالثه، انا بنجيب الفقرات من اولها لاخرها. تمام. يعني حضرتك بتعمل له كل الفقرات كده كده؟ كل الفقره من اول العمود الفقري من تحت لحد فوق. طب سؤال يا حاج احمد، دلوقتي بيجي لنا اسئله على الصفحه ان مثلا غير الانزلاق الغضروفي وغير الرقبه، في حاجات دلوقتي بنسمع عنها انحراف العمود الفقري، اعوجاج العمود الفقري، سواء بين الرجال او السيدات او حتى شباب الجامعه او البنات او الشباب. لا، هل ده حضرتك مش تخصصي؟ مش تخصصي. لا ده لو جالك وقال لك انا مش قادر اروح لدكتور وظروفي ما تسمحش الاشعه، انا في حضرتك معلش، في بنفرض لو جالي مثلا، معلش انا جالي نقيب كان بيخدم في لمظف في سينا. تمام. لا المدرعه اتقلبت بيه، الفكره بتاعته قفلت كده، قال لي لو بيقول لي لو سحبت شنطه ما اقدرش. طيب. ما اقدرش لو اقعد على بتاعتي. معانا مداخله، بسمه من الجيزه. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا بسمه، اتفضلي. ايوه حضرتك، انا جوزي. اتفضلي. بعد اذنك ممكن توطي التلفزيون شويه؟ طب بقول لحضرتك، انا جوزي عنده اخر فقره. عنده كام سنه؟ عنده كام سنة يا بسمة؟ عنده 31 سنة. طب عمل جراحات قبل كده؟ لا لا ما عملش جراحات. طب الحاج أحمد معاكي واسأليه وهو هيرد على أسئلتك، اتفضلي. طيب. يلا نور كده. السلام عليكم، ازيك يا عم أحمد؟ الله يسلمك. بص يا حاج، أنا كنت من فترة كده كان في زي نظام دفة، وسبت على الجراحات يعني، وخدت مطب جانب
خدت مطب جامد. سمع في ظهرك ولا ظهرك طقطق؟ اخد فقره بقى، اخد فقره بعيد. قعدت فتره ان انا لما باجي اوطي ما اقدرش اقوم، لا احيانا ما اقدرش اقوم نفسي. قعدت فتره كبيره جدا معايا على كده. بس بعد كده يعني اتحسنت وبتاع، بس برضه مقصر يعني الوضع. بس اتحسنت بالفنترين والمسكنات، ولو استعملت براهم مسكنات. انا ما استعملتلهاش اي مسكنات خالص من ساعه ما حصل الحمد لله. طب انا عملت لها حاجه اصلا؟ ولا حتى كشفت لها، بس هم قعدوا يقولوا لي. فانا طبعا عرفت ان حضرتك موجود. على فكره انا جارك يا حاج، انا جارك من فوقيك على طول، فحبيت ان انا اعرف. انا ما كنتش اعرف ان انت يعني ممكن تعرف حاجه زي كده. لا الحمد لله، يعني فضل من ربنا، ما ربنا بينعم على عبده من عباده، حاجه ما بتاخدهاش تاخير. تمام. ده هو يعني انا دي كده ليها علاج ولا؟ ليها علاج. ليها علاج. طب ليها علاج ان شاء الله، ما تقلقش ان شاء الله. لو ما بتقدرش توطي بعون الله هخليك توطي. طب تمام خلاص يا سلام. تمام، بنشكر حضرتك جدا. للأسف يا حاج أحمد الوقت بتاعنا قرب ينتهي، عايزة حضرتك بس تعلق على اللي قاله بس في عجالة. هو بالنسبة لدلوقتي عنده الفقرة الأخيرة، الفقرة الأولى. تمام. بيقول لك حصل مطب عنده مثلا، لو ركب عربية وجد راح واخد مطب ضغطت قفلت، يعني فهمت قصدي ايه؟ أثرت على رجله وأثرت على ظهره مش عارف يوطي. فلما بفضل الله بفردها له، لما الفضله تفرد العمود الفقري وبتقطع له العمود الفقري وهو نايم. تمام. ده فكونه. الفقره لما بترد مكانها بتبقى ازاي؟ الدنيا بتبقى ايه؟ بيقوم يحس ان في فرق مكان عليه. تمام. يعني بعون الله بجيب له، يعني ممكن اجيب 30 40% من اول جلسه. يقوم مثلا اعمل له جلسه قوم. تمام. يعمل الحاجه اللي بتتابع. تمام. ماشي، فهمت قصدي؟ بيعملها. لا ده في فرق، انزل لي ثاني. تمام. وروح واخده ثاني. لحد ما اقول له خلاص، اقول له ايه معلش ايه زيت زيتون ولو فيها كذا اعملها وان شاء الله تبقى تمام. ما بيقول له حتى لو بياخد مسكنات امنع، امال هو لو بياخد مسكنات هيحس بفرق معايا ازاي؟ كنا انا بقول له امنع مسكنات عشان تعرف النتيجه بتاعتي ايه. تمام. انت وجهه نظر ازاي؟ جبت لك قد ايه؟ في كام في الميه؟ تمام. في حاله ممكن اجيب لها 70% من اول جلسه. تمام. على حسب ليه الحاله مش متاخره. فهمت قصدي ايه؟ في بصي الغضاريف مش شيء، ده ممكن بيجي بيلف نفسه كده هوب تلاقي ظهره طقطق الفقره لوحديها على غلط، بيوطي بيربط حذاء ولا حاجه وقام راح ظهره مطقطق من ورا. تختلف الغضاريف ومن ايه؟ مش شيء بس. طبعا الوقت بيداهمنا يا حاج احمد، طبعا بنشكرك جدا. الوقت بيداهمنا يا هبه. رحبنا بيك يا حاج احمد والاستاذ سعيد، شكرا ليكم وربنا يشفي كل مريض ويا رب تكون حلقه جميله. وفي نهايه الحلقه ان شاء الله معانا تهاني من الاستاذ تامر خطاب رئيس تحرير البرنامج، والاستاذه جنه مديره الاعداد، واسره البرنامج كلها بتشكر الاستاذ محمد شعله على مجهوده المبذول في انهاء مقر اجراءات انشاء مقر مأموريه الضرائب ببركه السبعه. وبنتمنى له استاذ محمد التوفيق والنجاح والصحه، وكل اسره البرنامج بتشكره وبتهنيه. وشكرا ليكم اعزائي المشاهدين، ورب تكون حلقه مفيده ان شاء الله. طيب معانا تهنئه تتقدم اسره برنامج بدون سابق انذار، وعلى راسهم الاستاذ تامر خطاب رئيس التحرير، والاستاذه جنه العطار مديره اعداد البرنامج، والاستاذ محمد الزرقاني المنسق العام. بخالص التهاني بمناسبه خطوبه مذيعتنا وصاحبتنا واختنا ندى بسيوني، ربنا يسعدك انت وعمرو ان شاء الله يا ندوش، وعقبال الفرح ان شاء الله يا حبيبه قلبي. ويتقدم برضو اسره البرنامج بدون سابق انذار، وعلى راسهم رئيس تحرير البرنامج استاذ تامر خطاب، والاستاذه جنه العطار مديره الاعداد، والاستاذ محمد الزرقاني منسق العام البرنامج. بخالص التهاني للبشمهندس عمرو لطفي بمناسبه خطوبته، على اختنا وصاحبتنا المذيعه ندى بسيوني الف الف مبروك ليكوا بجد، كنتي زي القمر وكانت خطوبه جميله ما شاء الله عليكوا، كنتوا حلوين جدا. طبعا استنونا الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده وقويه جدا من برنامجكم بدون سابق انذار.